السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة على قناتي قناة كوزي نعيمة. اليوم ان شاء الله جيت نقدم لكم هاد البريوات اللي صراحة اروع ما يكون، بحشوة بنينة جديدة ومختلفة من طبيعة الحال كيف ما عودتكم ديما في القناة ديما الجديد معايا. فكيف قلت لكم هاد البريوات صراحة ما غاديش نشكرهم، بصات دغيا كيوجدوا في اخر لحظات قدرت توجديهم. حشوة دي هي جديدة بطريقة مختلفة، فكنتمنى اللي كيشاهد القناة ديالي أول مرة يشترك في القناة ويبارطاجيها مع الأهل والأحباب، ونتمنى دعموني. وندوزو دابا نشوفو الوصفة. فهنا غادي ناخد مقلة غندير فيها شوية ديال الزيت، فهاد البريوات راه كيف قلتلكم في آخر لحظة كيوجدو. نزيدو بصلة مسلطة كبيرة، تقدرو تبدلو البصلة بالبر واحد ماشي بضرورة البصلة. نخليوها فوق البوطة حتى تسحر لينا مزيان. ما تحرك بطبيعة الحال. كما كتشوفو هي تسحرات لينا البصلة ديالتنا. من بعد ما تسحرات غنزيدو عليها واحد الخيزوة كبيرة محكوكة جوليان. هنا عندي 50 غرام ديال شامبينيون نوار اللي ديجا مرقباه في الماء طايب وغسلته مزيان بالرقيق والقطع ديال الكراف. نخلطوه مع الحشوة ديالتنا. هنا غادي نزيدو 100 غرام ديال الزبدة، نخلطو مزيان. لحد الآن باقي ما درناش العطرية، حنا غردنا بالحشوة ديالنا تسحر، غادي نزيدو العطرية كيما تحرك لينا إن شاء الله. هنا شوية البزار، عندي معلقة كبيرة ديال الفرماج غبرة، معلقة صغيرة سكينجبير. إلا كان عندكم سكينجبير طري كان أحسن، أنا عندي غير العادي. جوج معالق كبار ديال الصوصوجة، أنا هنا خدمت الصوصوجة تقيلة. بالنسبة لهاد الحشوة هادي تقدر تزيدو فيها حتى زيت ديال الزنجبيل تجي رائع فيها. معلقة صغيرة ديال الهريسة، قلت لكم زيت الزنجبيل تجي الحشوة تصير بنين صافي كتعطي واحد المسمن زوينة. كنخلطو مزيان كتندم مزيان العناصر كاملة. من بعد غنزيد عليها هنايا 100 غرام ديال الكفتة ديال الكريفات، الكريفات النقي مغسول مسكر عندكم.
كنخلطو مزيان، خلينا هو اخر حاجه لانه دغيا كتتخرج. هنا تزيدو حتى ديرو التكري، غنجيب هنا الشعريه ديال الروز. هنا استعملت جوج مربعات، حطيتهم في المطايف وسقطتهم قطعتهم بالمقص، ثلاثة معالق كبار ديال الكزبر المعدني، ما تحطيش من طبيعة الحال، ما تحطيش من الفلفل، ما لاحظتش راه ما كترناش العطريه، يعني الا كترناها تمشي النسمه ديال الحشوه اللي دايرين. هنا بعد ما وجدت لي الحشوه ديالتي غنبدا نعمرهم في البريوات. يعني هنا قطعت الورقه على حسب الحجم اللي بغيت. انا درت ثلاثه صبعان، ثلاثه صبعان وقطعت سميطات على هذا الشكل. هذا صراحه الطريقه سهله، وكنظن في الفيديوهات حاليكم ما كنحطوش الحشوه في الراس ديال الورقه، كنزيد واحد جوج سنتيم ثلاثه كنحطوهم دلو بهذا الشكل. هذا كيجيو بريوات زوينين، كيجي لكم حشوه مختلفه. هم كتريش العطريه، وداك الفرماج اللي درنا فيه الخضره تقدروا تستعملوا فرماج احمر، ولكن هذا كافي صراحة، كيعطي واحد النسمة غزالة في الحشوة. نقلب على هاد الطريقة هادي حتى نكمل الكمية اللي عندي. طريقة لف البريوة كنظن واضحة، كيجيو مقادين ومفينين مزيان كما كتشوفوا في الفيديو على هاد الشكل. هذا صافي، من بعد ما كملت انا البريوات اللي عندي غندوزو باش نفندوهم ان شاء الله. انا غنفندهم في البيض وفي لا شابلوغ من السما. انا غندير غير هذا الشكل، هذا نتوما تقدروا تفندوها كامله، انا اكتفيت غير بهذا الشكل. هذا صافي، ملي غنكمل الكمية ديالي بطبيعه الحال اللي بغى يقليها يقليها، اللي بغى يديرها في الفران يديرها. انا غنقليها ان شاء الله في المقله، وهذه هي الكميه ديالتي بعد ما ساليت. دابا انا غنقليها ان شاء الله في المقله ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا. وهذا هو الشكل ديال البريوات ديالنا. صراحه ما نقولش لكم كيجيو لذاد وزوينين بزاف. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم بزاف، ودعموني في القناه وتبارطاجوا مع الاهل والاحباب، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.